قد تكون أيها المترشح للمجلس على خير نية، ولكنك من ناحية الواقع ستكون نصيرا للباطل، لأن نيتك لا تنفذ وصوتك ومشاركتك تعني الإعانة على الظلم. أنت بمشاركتك معينا على الظلم، أما بنيتك فنيتك عاطلة لا فاعلية لها، لا فاعلية لها. فلأي وجه تدخل إذا كنت تحمل إخلاصا وتحمل غيرة على شعبك ووطنك ودينك؟